لقاء الود والاشجان بكل الحب في نادان، ويحلو الوعد في الخيمه على الميعاد والازمان ازمان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في حلقه جديده من برنامج الخيمه، وليله جديده من ليالي هذا الشهر الكريم. نرحب بكم من جديد وباسمكم جميعا أرحب بضيفي في هذا اللقاء الإعلامي الرياضي الأستاذ رياض المزهر. حياك الله أستاذ رياض. الله يبقيك عبد الوهاب، كل سنة وانت طيب إن شاء الله. إحنا عشان نكون جلسة حبية وعفوية، أبو من؟ أبو محمد. أبو محمد، طيب أبو محمد، إحنا خليني أقول للسادة المشاهدين في الحلقة هذه، يعني زي ما تعودتوا كل يوم عندنا مجال معين ندخل فيه، اليوم تحديدا مجال إعلامي في التقديم، تحديدا في المجال الرياضي وتحديدا في مجال المراسلين التلفزيونيين. حنعرف كثير من الأسرار في هذا العالم من خلال نجم وضيف هذه الليلة. خليني أبدأ معك في معلومة مهمة رياض وصلتني، أنك أنت أصلاً كنت لاعب رياضي. صحيح. بعدين انتقلت إلى عالم الإعلام والتقديم. صحيح. صحيح. أنا بدأت حياتي الرياضية تقريباً نفس الأجواء اللي يعيشون الشباب السعوديين بشكل عام، يعني من الأحياء، من المدرسة، وادي كنا يعني مواليد مدينة الطائف أصلاً، ووادي الله يطول لي في عمره ويخليه يا رب، بعد ما تقاعد من العمل العسكري. أيوة. توجه لمدينة جدة، فكان في مجال هنا في جدة توفر الأندية، كانت يعني متوفرة، فكان تأثير بعض الزملاء كانوا معي في المدرسة يعني، وحبي للزملاء يعني هو اللي سحبني معهم للأندية. لعبت في النادي الأهلي، لعبت في نادي الاتحاد، لعبت في نادي الوحدة، اخترت منتخب عن طريق نادي الوحدة، منتخب مملكة، طبعا كنت ألعب كرة الطائرة، صانع لعب زي ما يقولوا من ميكر. يا سلام. فآخر الفترة فترتي تعرضت لإصابة، أغلب اللعيبة الصالات المغلقة دائما تعرضوا لالتهابات في المفاصل أو الغضاريف، فكان عندي في الركبتين المشكلة، فسويت عملية في ركبة، وكان فترة العلاج طويلة شوية يعني، قتلتني شوية، فخلتني أفكر إنه لسه أسوي الركبة الثانية ولسه حتجلس وكم قدامك، يعني خلتني ابعد شويه عن الـ عن الـ عن الرياضه. ابتعدت عن الرياضه كلاعب بس؟ كلاعب. نعم. طيب خلينا نرجع مره ثانيه لموضوع دخولك للرياضه من جديد، بس عن طريق عالم الاعلام والتقديم. كيف دخلت انت؟ انا بعد ما انهيت مسيره لاعب رياضي اتجهت للعمل، سوق العمل. طبعا اشتغلت في عدد من المجالات سوق العمل، وتحصلت على شهادات كثيره في عمليه المبيعات والسيلزمان، بس انه سبحان الله حتى يعني حبي للرياضه كان ياثر علي في عملي، يعني كنت اطلع من العمل عشان اروح اتفرج مثلا مباريات، كنت مثلا اضبط بعض المدراء معايا في العمل اخذهم معايا عشان لا يخصم علي، فعشان اروح انا اتفرج مثلا مباراه. هذا جنون الرياضه. نعم. إيه؟ فكانت الرياضه طبعا اعتقد انه كل الشباب اللي يتابعون حدنا حتى اللي في اعمال اخرى برضو عاشقين للرياضه، فكانت تاثر علي في عملي كثير. فسبحان الله دخلت دورة في إحدى الشركات الكبرى في مدينة جدة، وكنت من المميزين بفضل الله في الدورة، يعني كنا 100 طالب تقريبا. دورة تقديم؟ لا، دورة في المبيعات كانت. فأخذت يعني من الأوائل في المجموعة، كنت على مستوى المملكة، ولكن سبحان الله يعني ما انكتب لي نصيب أنه أنا أكمل مع الشركة. بعدها توقفت لمدة شهر بدون عمل، مع شغف الرياضة استمر زي ما هو. طبعا عندي علاقات بحكم يعني تواجدي في الأندية، فرغبتي في دخول المجال الرياضي او مجال الاعلام الرياضي هو حبي في الرياضه. فتوجهت بعدها للقنوات الاي ار تي الرياضيه، وقتها كانت يعني من اكبر المنصات اللي موجوده على مستوى الشرق الاوسط. فدخلت ذيك الايام في اواخر 2006 او بدايه 2007، فرحت في الصباح، يعني ما كانت الحسبان سبحان الله، فرحت في الصباح وقابلت عبد العزيز البكر الله يذكره بالخير، زميلنا عبد العزيز مقدم في قناه الجزيره الرياضيه. اي. فاستغرب تواجدي في الصباح، فقال لي توقيتك غلط، انت في داخل في جو مختلف تماما. قلت له متى ممكن اقدر اتواصل مع المسؤولين هنا؟ فقال لي تعال في الليل. لا تجي في النهار. فرحت، وفي نفس اليوم ما كنت. لا بس انت كيف جاك القرار انك خلاص الان ابغى اصير مقدم؟ لان حسيت انه بعض الأحيان الإنسان يحس بأشياء كذا فيقرر قرار، يعني سبحان الله حسيت إنه خلاص جرب، خذ حاول إنك تجرب الفرصة دي، أنت جربت حاجات كثيرة والله سهل لك فيها،
اطرق الباب هذا ان شاء الله انه مع حبك له ان شاء الله راح نتوفق فيه. فتوجهت زي ما قلت قابلت عبد العزيز الصباح طلب مني انه بس بدون معرفه ما اعرف عبد العزيز، انا اول مره اقابله شخصيا، انا اشوفه على الشاشه كنت فاول مره اقابله، فكان بشوش عبد العزيز الله يذكره بالخير يعني، حتى في فحفزني عبد العزيز بكلامه وابتسامته معايا لانه ما كان في اللي موجود هو في الصباح، كان عنده يعد برنامج، فقال لي في المساء يكون احسن. فرحت في نفس اليوم ما قدرت ما نمت، كنت استنى المساء هذا متى يوصل، بس متى يجي المساء. فكان في مباراه اعتقد منقول على ار تي بس ماني فاكر ايش المباراه، قبل نهايه المباراه في البيت انا كنت اتفرج في الدقيقه 85 شغلت سيارتي ومشيت على مركز الانتاج في ار تي برج دل. فبالفعل لما وصلت لقيت خلية نحل وناس وبرامج وحياة مختلفة، الموات اللي في الصباح راحت خلية نحل الحين جد شيء مختلف. فلما دخلت كان في اجتماع وليد الفراج والزملاء، كان رجال السلمي وعمار بحكيم وعبد العزيز البكر، فسلمت عليه ودخلت تفضل، قلت له حاب اتكلم معك، قال لي تفضل. هذا وليد الفراج؟ نعم. قال لي تفضل، قلت له انتظرك بس تخلص اجتماعك، قال لي لا تفضل. ف يعني لما تشوف نجوم قدامك تشوفهم على الشاشه ولهم شعبيه كبيره على مستوى الدوري، كنا كل الناس متفاعله مع الاي ار تي، فطلب من الشباب انهم يخرجوا من المكتب وجلست مع وليد الفراج. اي والله في نفس الوقت كان، فقلت له انه انا لاعب كوره وانا عندي رغبه انه انا ادخل المجال هذا وعندي خلفيه يعني ان شاء الله رياضيه كويسه. فتناقش معي الرجل، فناقش معك في موضوع الاعلام ولا في الرياضه؟ لا في الرياضه كان يبي يشوف يشوف المعلومات والخلفيه الرياضيه والعلاقات الرياضيه. فقلت له يعني شرحت له الاوضاع وشرحت له الحياه الرياضيه نتكلم عنها. بعدها طلب سالني قال لي متى حاب تشتغل؟ فمن الحماس اللي انا فيه شايف الناس شغال، قلت له الحين اشتغل الساعه 12 يمكن كانت في الليل. فابتسم قال لي لا من بكرة الصباح إن شاء الله تبدأ، ووجهني عند واحد من الأخوان في المركز في نفس القسم، بس كانت بدايتي تدرجت أنا فيها، كانت في المونتاج وكانت في إعداد تقارير وكتابة تقارير إعداد كليبات خاصة بالرياضة. جلست على الحال تقريبا الحال هذا أربع أشهر كانت من أصعب الفترات اللي مرت فيها انا في حياتي العمليه، بس اتوقع انها بنتك كثير لانه انت عارف المراحل اللي يقومون فيها غيرك العمل. الحمد لله انا يعني اتوقع انه التاسيس حقي كان كويس وهذا اللي ساعدني الحمد لله اني اقدر اواصل، وفتحت لي افاق ثانيه يعني غير عملي الميداني كمذيع. طيب فقدرت اتفرع في حاجات ثانيه كثير. في نقطه مهمه انا حتى كنت اتكلم فيها مع ضيفي قبل ايام وليد الخضير، كثير من الشباب المهتمين خصوصا في الزمن هذا صار في طلاب يدرسون الاعلام عشان يدخل الاعلام. صحيح. فيعانون انه ما يجدون فرصه في القنوات على الشاشه يطلعون. ففي نظريه انه كثير من الاعلاميين اللي دخلوا في الساحه هو عباره عن مجموعه من العلاقات اللي كانوا يحملونها ويملكونها بالعلاقات بالواسطه، خلينا نقول بالمعرفه، احيانا يحصل فرصه يدخل على الشاشه ويطلع. انت الان ما كان عندك تجربة؟ انا والله توجهي كان عادي زي ما حكيت، قابلت الرجل وقال لي تعرف المسار، دخلت تقابلت مع مدير القناه كان يعني. انت ممكن تشجع الان الشباب وتقول له روح بادر ادخل؟ لازم لانه انت داخل في اجواء يعني ما هي بسيطه اصلا، واذا حاب انت تكون يعني يكون لك اسم او انه حاب انك تدخل الاجواء هذا لازم يكون لك شخصيه قويه ولازم يكون عندك روح مبادره وجراه. ف يعني في كثير من الشباب انا قابلهم يعني خريجين اعلام فيقول لي مثلا الرياض ابغى واسطه، مشكله ان الواسطه معشه فروسنا في كل المجالات مش بس في الاعلام، وخصوصا اللي في التلفزيون فيقول لك لا كيف تقدر توصل في التلفزيون اذا ما عندك واسطه. فهي كانت فترة واعتقد انها يعني ايامنا هذيك سبحان الله يعني هي نصيب في الاخير، بس كان المجال مفتوح لانه اعتقد انه كان وقتها كان في احتياج لانه كان مشروع جديد حصرية الدوري السعودي ونقل الدوري السعودي ما كان موجود الكلام، وفكرة عملية مراسلين ميدانيين واستديوهات تحليلية ولقاءات واجواء كانت ساخنة مع الدوري، فكان في احتياج. يعني الحين ما في احتياج حاليا؟ في مساحة، المساحة يعني في مساحة ضيقة. لا في مساحة ولكن تحتاج إلى إنسان جاهز، ما أتوقع أن السوق صار ينتظر أنه أحد لسه يتدرب أو أنه يعني الإنسان إذا ما يشتغل على نفسه ويحضر نفسه ويوصل ما أعتقد أنه أحد بيجي يأخذ بيده ويسحب ويوصله للشيء اللي هو يبغى. وعلى طاري برضو الشهادات الإعلامية، أنا الآن يعني صحيح أنه أنا بدأت عملي الإعلامي وما كان عندي شهادة إعلامية، لكن انا ان شاء الله بفضل الله انا بقيت لي سنه
واخلص ان شاء الله من الجامعه تخصص اعلام ما شاء الله تبارك وباذن الله ان شاء الله داخل بعدها ماستر في الاداره الرياضيه باذن الله ما شاء الله تبارك يعني عندي اهداف ان شاء الله تعليميه ان شاء الله ناوي راح تعوض بس باذن الله. انت من الناس اللي مؤمن بالخبره اكثر من الشهاده في الاعلام ولا الشهاده برضو مهمه معك؟ انا بالنسبه لي بحكم حياتي يعني. انا الخبره تلعب دور كبير في الخبره والعلاقات اللي ممكن تخدمك انت مش انها ان يعني تكون واسطه علاقاتك مثلا في الوسط الرياضي مع لاعبين يعني ممكن توفر علي حاجات كثيره يعني ممكن اسوي لقاء مع نجوم كبار بحكم علاقتي الشخصيه تسهل لك تسهل علي امور كيف. كثيره ممكن ولكن برضو الشهاده مهمه اعتقد ان في شركات ما تتعامل يعني مع الشباب بالخبره تتعامل معهم بشهاداتهم التعليميه بس انا بوجهه نظري الشخصيه انا ما اشوف ان الشهاده كافي. يعني ما اشوف ان الشيء الاساسي في الموهبه لازم تكون موجوده عند الانسان بالذات في مجال التقديم. نعم. طيب انت بديت مراسل من عم كم بالضبط يعني انت بديت تدرجت في الموضوع اعداد كتابه مونتاج مراسل كانت هي في 2007 في بدايه 2007 الى 2000 حتى الان 2014 الى حد الان. كثير من المراسلين يبداون سنتين ثلاثة أربعة بعدين يحصلوا برنامج ويبدا ينفرد ببرنامج خاص صحيح. ليش الان ما انفردت انت ببرنامجك الخاص؟ الحب للاجواء الملعب الميدان حب الاجواء الميدان لانه الاجواء الميدان تختلف عبد الوهاب عن الاستوديو يعني انت جالس في الاستوديو مش تقليلا من الزملاء في الاستوديوهات لا بس انه عندك ناس تحضر لك عندك ناس مثلا اعداد عندك صح. افكار عندك ناس تجهز لك ما ادري في الميدان لا انت تعتمد على نفسك في كل شيء انت في اسئلتك في الضيف اللي انت تختاره في الكلام اللي انت بتقوله الاسترسال اللي انت ممكن تقوله الاجابات اللي بتاخذها على الهواء مباشره ايش ممكن تبني عليها سؤال جديد يعني في متعة في الميدان يعني وعلاقاتك مع الناس وقربك من وتاخذ ردة الفعل مباشرة من الناس بعكس الاستوديو صحيح يعني الاستوديو تطلع لكن في الملعب تاخذ ردة فعل تشوف تفاعل الجمهور معك قبول الجمهور أو قبولك عند الجمهور ففي حاجات تقيسها كذا بالإضافة لحبي للكورة أنه أنا من الناس اللي أحب أجلس في المدرج أتفرج في المباراة يعني أحب بعض الأحيان أزعج الزملاء المحللين يعني زي مثلا عند الأستاذ عادل البطي الله يذكره بالخير دائما أتصل عليه وأزعجه خالد الشنيف اتصل بالاسئله اسئله الفنيه اجلس اساله تقول ليش حصل كذا ليش ايوه اقول له طيب اللاعب هذا طلع في الطرف الايسر وهذا كان رجع هنا ايش كان مثلا المدرب يفكر فيه انت ايش تشوف انه كان يفكر فيعني حب الكوره والتفاصيل الفنيه والعلاقات مع المدربين برضه حتى المدربين يعني استفدت منهم في جميع الانديه يعني اجلس اسولف معهم في الامور الفنيه فهو حبي للميدان هو اللي خلاني ابقى في الميدان على فكره على طول البرامج كان عندي برنامج انا الحمد لله وطلعت فيه موسم واحد ايام الاي ار تي وبفضل الله توفقت فيه كثير ما كملت لانه الخطه يعني خطه القناه كانت ما كان من ضمن يعني الخطه البرامجيه للموسم الجديد البرنامج هذا اللي هو كان مختص بالفئات السنيه كنت اهتم بموضوع البراعم والناشئين والشباب كنت اسوي برنامج عنهم دائم اتابع نتائج مباريات الفئات هذه كنت اروح ازور اكاديميات المواهب الصغيره كنا ناخذ لقطات ولقاءات و فكنت انا استمتع برضه يعني كان هو برنامج صحيح استوديو لكن كنت انا باشر ميدانيه ميداني برضه يعني انت تميل الميدان اكثر من العمل داخل الاستوديوهات اكيد. طيب برجع نقطه مهمه اكيد انت وضحت الان انك عندك جنون للمجال الرياضي وللكوره فانت اكيد عندك ميول اكيد وكثير من الاسئله او بعض الاشياء اللي قريتها انا وصلتني على تويتر وبرضه في التعليقات على اليوتيوب مقاطعك على اليوتيوب كانوا يحددون ميولك بشكل عام وبعضهم طلبوني قال خليه يقول ايش ميوله على الشاشه الان عشان انا عندي ميول وما اعتقد انه احد في المملكه العربيه السعوديه بشكل عام سواء يحب الرياضه او ما يحب الرياضه عنده ميول لانه حتى اللي ما عنده ميول انت عبد الوهاب لو ما عندك ميول أي. اسالك اقول لك ايش تشجع تقول لي والله انا ما اشجع الفريق الفلاني ولكن ما عندي ميول ولكن انا اشجع الفريق الفلاني بس اقدر الفريق الفلاني اي يعني كلنا عندنا صحيح. انا صحيح. عندي ميول واتحمس مع الفريق حقي ما شوف فيك انت هو الاعلاميين في كل لقاء ما حد يبغى يقول ميول ما لا انا ما ابغى اقوله مش انه ما ابغى اقوله احتراما للمتابعين يعني نفسه يعني احترامي للمتابع اللي شوف بس كان واضح جدا تحديدا من خلال حفل زواجك احنا نقول لك الف مبروك مره ثانيه انت لسه عريس يعني الله يسلمك الله يديم عليكم السعاده ان شاء الله من خلال زواجك انه ميولك كان اتحادي من خلال الضيوف الشخصيات الكبيره اللي حضرت انا عندي والدي اتحادي فممكن الناس تقيس بهذه الامور انه اتحادي انت مش اتحادي انا والدي اتحادي وعلى فكره اذا حتى الضيوف يعني ما كانوا ترى من جانب اتحادي يعني شرفوني ناس كثير
بجميع ميوله من جميع، بس البارزين كانوا لا بالعكس كان. لا بالعكس، اذا انت تتكلم مثلا عن لاعبين ولا محمد نور كان موجود صديق شخصي، اسامه هوساوي صديق شخصي، كامل الموسى صديق شخصي، اعضاء من مجلس ادارات من انديه مختلفه اصدقاء، فما اعتقد انه حتى لو كان عندي ميول اني يعني بعزم بس الناس اللي تسجل. لا بحكم ميولك فعلاقاتك كلها مصبة في نادي معين. لا علاقاتي بفضل الله، يعني انا في صحيح في مدينة جدة، لكن علاقاتي الحمد لله متوسعة على مستوى المملكة وخارج المملكة مع جميع الالوان وجميع الاندية. طيب هذه علاقاتك في مستوى الاندية، خلينا نرجع لمستوى القنوات. انت ما شاء الله من المراسلين اللي اخذوا لفة كذا على مجموعة من القنوات ابتداء في ار تي، التلفزيون السعودي، الجزيرة الرياضية. فتقييمك كذا بشكل عام كواحد عاش التجربة داخل هذه القنوات المختلفة، عادة في كلام انه مهما كان في قناة هي التوب، في قناة هي تملك الجودة والاحترافية، في قناة تملك الكواليتي، في قناة تملك، ايش القناة اللي ارضتك انت كاعلامي قبل الجمهور؟ عشان اكون صادق انا يعني اكن الفضل لله سبحانه وتعالى ثم شبكة راديو التلفزيون العرب الاي ار تي، لانها كانت منصة كبيرة لانها انتهت رياضية بالفعل، لأن انتهت في 2010 تم بيع القنوات للجزيرة الرياضية، فكانت الاي ار تي يعني الحد الان هي اللي لها. ايوه هذا السؤال، انه انتقلت الى الجزيره. نعم. فبالتالي القوه ما راحت للجزيره الان وصارت هي المسيطره. هي كل عليها. كل كل قناه لها ستايل ولها طريقه ولها، بس الاي ار تي احنا ليش نميل معاها؟ بداياتنا كانت فيها، اجواها كانت نفس اجوانا اللي احنا يعني اللي احنا نحبها كسعوديين، فقدرنا نوصل للناس والناس كانت بتوصل لنا وكنا بنوصل وقربنا. الجزيره ما اعطتك الفرصه هذه؟ الجزيره منصه كبيره يعني ومن على مستوى الشرق الاوسط، وزي ما انت شايف الان يعني محتكر العدد كبير من البطولات. انا لقيت فرصتي في الجزيره الرياضيه، ولكن انتقالي من الجزيره مش لاختلاف اول شيء، ولكن انتقالي من الجزيره هو حركتي مع الدوري السعودي، لانه رؤيتي للدوري السعودي هو افضل منتج عربي كرويا متابع من الجميع اعلاميا من جميع الدول العربيه، الناس بتتابع الدوري السعودي. فبحكم انه انا يعني في بلدي، فيعني شفت انه ابقى في الدوري الخاص ببلدي وبالاجواء اللي انا عايش فيها ابقى فيها. والجزيره يعني كل الاحترام والتقدير لهم واصدقاء واعزاء، وعلاقتي لحد الان مستمره معهم من اداري مسؤولين كاداره او مقدمين عاملين فيها والزملاء الفنيين او المراسلين. طيب. وعشان تكون في الصوره يعني ما زال الود قائم ما بين الاخوان في قناه الجزيره، والباب متاح لي انه اذا حبيت اني اكون موجود معهم، وانا اللي اتشرف اني اكون موجود معهم، فالمجال يعني متاح. هي مش انه مش امور سياسيه ولا امور يعني بعيد تماما، بس المجال رياضه مختلف بعيد. هي انا توجهي كان رغبتي اني ابقى في اجواء الدوري السعودي، يعني في زملاء لي مراسلين سعوديين موجودين في قنوات الجزيره، بس انا حبي للكوره هو اللي خلاني اني اتبع الدوري السعودي فين يكون بعدها. يعني طبعا القنوات السعوديه الرياضيه يعني قنوات الوطن يمكن الناس. في سؤال هنا على التلفزيون السعودي، وانا اتابع لسؤالي الاول عن جوده والاشياء المرضيه لك اعلامي، لانه الناس مستاءة احيانا، بس الاعلامي يمكن له رؤيه او وجهه نظر ثانيه. كثير من الناس بينتقدوا عندهم وجهه نظر معارضه لمستوى الفني، لمستوى للتعاطي مع المواد الاعلاميه في القنوات الرياضيه كلها التابعه للتلفزيون السعودي. انت كاعلامي تتفق مع الجمهور؟ هي فكره او تشوف في نظره معينه الناس ما شافتها حتى الان؟ هي فكره راسخه في عقول الناس من زمان عن القنوات السعوديه الرياضيه. يعني انها كانت سابقا، بس انه انا اشتغلت مع القنوات السعوديه الرياضيه يعني اللي شفته، مش مجامله لهم. الناس بتجتهد عشان تقدم حاجه، واحنا بنجتهد معهم انه نقدم حاجه كويسه لبلدنا اول شيء، القناه بلدنا. الناس بتجتهد وفي خطوات وبيقدموها مسؤولين وبيحاولوا انه يطوروا فيها، عشانها قناة حكومية، وتعرف انت البيروقراطية الحكومية عندنا في التعامل تاخذ وقت لحد ما توصل مثلا لمستوى الاي ار تي او مستوى قناة الجزيرة، لانه الضخ في القنوات الخاصة مو زي القنوات الحكومية. يعني مو السعودية، القناة السعودية تعاني نوعا ما من ضعف الضخ المادة، ولكن الناس بتجتهد. يعني في خطوات الأخيرة اللي سووها لعملية تغيير الهوية، ايضا ايجاد هيئة خاصة بالاذاعة والتلفزيون، فهذه ما تأتي أكلها على قولهم يعني إلا بعد فترة من الزمن تتضح هذه على الشاشة. ولكن أعتقد أن القنوات السعودية استقطبت كفاءات من الشباب السعوديين اللي يعني لهم باع طويل ولهم سمعة جيدة في مجال الرياضة، وإن شاء الله أنه نطمح بإذن الله أنه برضو تكون لنا بصمة في نقل
أو تغيير الفكرة عند المتابعين إن شاء الله، وبإذن الله أنه يعني يكون شيء أفضل بإذن الله. طيب رغم هذه التنقلات اللي مريت عليها أنت، في محطة كذا أنت عينك عليها حتى مش راضي تقول اسمها، بس لو في محطة أنت عينك عليها وتقول هذه الحلم القادمة والخطوة الثانية اللي أنا أبغى أخطوها وأعمل في هذه المؤسسة أو في هذه القناة؟ الخطة ولا أنت الآن راضي عن كل لا بفضل الله الحمد لله على كل حال، بس أنا خطتي الآن في شهادتي أول شيء الجامعية أخلصها، وبعدها ممكن أنا أحقق يعني أحدد أهداف جديدة، لأنه ما عندي أهداف طويلة مدى، عندي أهداف يعني أخلص الهدف الأول وبعده ممكن تشوف، لأنه الأحداث والأجواء تتغير وممكن الظروف ما تساعدك أنه أنت تحقق هدف فتجلس على أمل، فلا أبني أهداف قريبة حقيقة إن شاء الله راح تخدمني للخطوة الجاية إن شاء الله. ما في قنوات أنت عارف القنوات الرياضية كثير وبالذات في الخليج متنوعة ومتعددة، ما في قنوات مثلا عرضت عليك أنت كنت متحفظ أنه ما تروح معاهم أو عندك وجهة؟ لا جتني عروض وكل سنة بفضل الله، وجتني عروض من قنوات رياضية يعني قنوات عامة وفيها برامج رياضية، وجتني عروض من قنوات رياضية، ولكن زي ما قلت لك عبد الله أنه أنا فضلت أبقى مع الدوري السعودي مع أجواء الدوري السعودي. جتني عروض من ما أبغى أقول أسماء القنوات، ولكن فكرت كثير يعني قبل ما أرد على الجماعة فيها يعني أنها كانت تقريبا مرضية أو مقنعة، العرض كان مقنع، هو مش عرض مادي وبقدر ما أنه أنت راح تطلع في منصة قوي يعني. أخذت فترة لحد ما قررت أنه واستخرت فيها أنه أنا أروح هنا وأبقى في، ولكن حبي للكرة هو اللي خلاني يعني ضحيت بصراحة أكون معك، ضحيت بأشياء مقابل أني أبقى في الميدان، أبقى في 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 ملاعب كرة القدم السعودية. السعودية. طيب ما جربت أي إعلام ثاني غير الإعلام الرياضي طول فترة عملك في الإعلام؟ أنا الآن صحفي جديد يعتبر لي سنة تقريبا، برضو مراسل ميداني رياضي في صحيفة مكة، بس باقي في الرياضة يعني في الرياضة. في الرياضة. وهنا الكلام، أنت ما حاولت أنه أو ليش كان الخيار الرياضي رغم جنونك أنت بالرياضة، بس ما كان عندك خيار ثاني أنك تعمل في مجال اجتماعي سياسي أي جانب من جوانب الإعلام الموجودة عندنا ترفيهي؟ إعلاميا مبدئيا يعني خلينا أتكلم، خبرة الرياضية تخدمني أكثر أن أشتغل في المجال الرياضي، وأنا من الناس اللي أؤمن بالتخصص يعني خلاص أنت في في, في الرياضة وحاول تطور نفسك في الرياضة أحسن، ممكن إذا وصلت يعني في عمرية محددة يعني تجاوزت السن الإعلامي الرياضي ممكن أتوجه للبرامج الاجتماعية. في سن إعلامي رياضي؟ أتوقع أنه في سن، نعم اتوقع انه لازم يكون في سن. ايش السن الرياضي؟ لانه وجهه نظري اتوقع انه يعني لازم انه يتواكب الاعلام مع انت تتكلم عن اللعبه اللي يلعبون فيها شباب، فلازم يكون السن متقارب يعني عشان تحس باللاعب هذا، اما لما اخذ كبير في السن وتجي تطلب من تتعامل مع ناس في اعمار في عمري 25 و 19 و 18 لازم تكون انت قريب منه. واتوقع اجل في في الساحه ناس انت المفروض تقول يمشوا ولا خلاص بعد يجلسون. نعم وقلت اكثر من مره لازم يمشوا، لازم نضخ شباب في الاعلام الرياضي لازم. طيب ايش رايك في كلام بعض الاعلاميين حتى بعض المتخصصين في المجال انه واكثر مجال ياكل عيش وممكن الواحد يعمل فيه بزنس مرضي يعني هو الاعلام الرياضي، بقيه المجالات ما توقف قدامه في هذا الموضوع؟ هم يقولوا كذا لانه الاعلام الرياضي قوي عبد الوهاب، ومؤثر على فكره عندنا في السعوديه، ومؤثر ترى على مستوى الاتحاد الاسيوي مش بس على مستوى القاره، ترى الاعلام الرياضي السعودي مؤثر، فهو اللي يخلي الناس تقول الكلمه هو ياكل عيش، ما في احد بيشتغل اصلا من غير مقابل مادي يعني لا في الرياضه. احيانا كثير من الناس ميولهم للاعلام الرياضي لهذا السبب يعني. يعني في ناس انا مثلا في محللين وفي نقاد رياضيين في الرياضه نقاد، بس هو في الأصل على رأس عمل حكومي وظيفة حكومية هو أصلا، بس إنه قوة الإعلام الرياضي وحب الناس الرياضة هو اللي يخليها تجي الرياضة. مسألة يأكل عيش الأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى، وما في واحد ما في مصلي ما يطلب مغفرة يعني، في كل عمل له مقابل. ما أتوقع إنه أنت برضو تطلع في قناة محترمة زي فور شباب. أكيد هو السؤال كان على موضوع السبب اللي يخلي كثير من في الساحة الإعلامية قوة يتوجهون للإعلام الرياضي، قوة الإعلام والشعبية في الإعلام الرياضي يعني. عبد الوهاب لو تجيب اسم جديد وتدخله في الوسط الرياضي لمدة موسم ياخذ شعبية أكثر من اسم موجود مثلا في أمور اجتماعية أو شبابية أو له سنوات، فلما تجي تقارن هذا لسه له سنة في الرياضة والإعلام الرياضي، وهذا مثلا له 5-6-7 سنوات وبنفس الإعلام
تلقى الشعبية هذا أزود حتى مش في نفس ال... بس ممكن هذا تلقى دخله المادي اللي 10 سنوات أكثر من ال... أكثر من اللي في الرياضة؟ أكثر من موجود في الرياضة. نعم لا يغرك ترى ال... مش ضروري إنه فيه. بس احنا قلنا انه يعيش اكثر من غيره يعني هي شخصيات ما هي في شخصيات ما شاء الله يعني قديمه في المجال الرياضي الله يزيد في رزقهم يعني ما شاء الله هم اللي يعني ماكلين السوق ما شاء الله تبارك الله الله يرزقهم ما شاء الله تبارك قنوع انت يا الحمد لله. طيب لو تكلمنا برضو على بعض القضايا اللي مرتبطه بالاعلام الرياضي وهي قضايا مثلا التعصب وما التعصب دوركم انتم كمراسلين وتحديدا في الميدان ما تفكرون بقيام القيام ببعض المشاريع برامج رسائل توجه للجمهور تشوفون الحالات اللي قدامكم في الساحه الجمهور مو متقبل عبد الوهاب مو متقبل نقاش الموضوع ما يتقبل انك تناقشه في ناديه يعني حتى لو كان في خلل في ناديه ما يقبل ان انت تناقشه يعني حتى انت لو ناقشته هو ياخذ من ماخذ ثاني انه انت تقصد الاساءه لناديه. طب ما هي هذه ثقافه عندنا ليش ما نحاول انه يعني صحيح. نشيلها من جروب انتم الاعلاميين احنا نحاول انه احنا نشيلها واحنا نحاول انه نوصل صوره للجماهير يعني بعض الاحيان نطلع في فعاليات خارجيه مثلا ونلتقي بلاعبين من عدد من الانديه فنتصور مع بعض ونوصل يا جماعه يعني شوف النادي الفلاني والنادي الفلاني اللي جماهيرهم متشاكله دائما وشاده مع بعض هذول لعيبتهم بعد المباريات تلقى اللعيبه بعض المباريات تبادلوا التيشيرتات وسلموا على بعض الجمهور يطلع برا يتهاوش بينه وبين بعض فهي في مشكله عندنا في الجمهور وبعض الاعلاميين مش في بعض من الاعلاميين هو النقطه الكبيره اللي يلومون الناس فيها هو الاعلام الاعلام هو اللي قاعد يولد التعصب الرياضي مش المقدمين مش المراسلين مين بعض المحللين اللي موجودين يعني بعمليه استفزاز يعني حتى لو بيناقش موضوع في النادي يكون هو مستقصد يستفز القضيه يعني لما اتكلم فيها يستفز الجمهور ينرفز للناس وما يعني المفروض انه ما تتعاطى معها بالطريقه هذه انت ممكن مو ضروري تكون صوت قوي لما تستفز الناس مش ضروري انك تكون صوت قوي انت اوكي تبغى تكون صوت قوي بس مو ضروري تستفز الناس فيها او انك تاثر على الناس او تغلط على انديه مقابل انه يعني انه انا اسمي موجود في الساحه الرياضيه هذه مشكله بعض وبرضه بعض الجماهير اللي ما تحاول تسمع ان تسمع وتحلل الموضوع ان تشوف بالفعل انه الرجل هذا مثلا تناول قضيه في النادي الفلاني بغض النظر عن ميوله ولكن انت اسمع هو بيتكلم في ايش وايش المشكله اللي موجوده وهل كلامه صحيح وانت تتابع فممكن هو يقنعك لو انت تسمع بس احنا عندنا البعض يرفض انه يسمع يبغى يسيطر بالفكره اللي معه على كل خلاص الناس انه فريقي هو الافضل واحنا الافضل وحتى لو ما حققنا البطوله احنا افضل واحنا ما في زينا ولا حد يتكلم عننا احنا بيننا نتفاهم ما حد لا يتدخل احد فينا هذه المشكله عندنا موجوده. طيب في مجال المراسلين التلفزيونيين ايش اكثر بدات في الرياضه ايش اكثر الصعوبات العقبات اللي تواجهكم تحس انه هي صعبه في المجال؟ صعوبه ما اتوقع هو فيها تعب هي فيها تعب بس صعوبه يمكن كانت بدايات دائما تكون صعبه عبد الوهاب لاي انسان في اي مجال بس في الرياضه ما اتوقع انه في صعوبه يعني كان فيها جهد ايوه فيها جهد كبير يعني بعض الاحيان تروح تغطيات تجلس 4-5 ساعات في مكان تستنى عشان بس تاخذ لقاء مثلا تصريح من رئيس الاتحاد السعودي مثلا او من لجنه مجتمعه او من اجتماع اداره نادي او بس انه انت فيها تعب فيها ارهاق على العاملين في الوسط الرياضي بس انه كنا نصبر لانه الهدف انه انت تقدم ماده برضو مهمه للناس اللي بينتظروا يعني كثير ناس تنتظر خبر من الاجتماع الاتحاد السعودي من القرارات تصدر في صالح الانديه زي مثلا الفتره هذه الناس تنتظر قرارات النقل التلفزيوني للدوري فالناس تنتظر هذه بس الاعلاميين يتعبون في نقل المعلومه وفي التحصل على المعلومه لحد ما يحصل المعلومه ويصيغ المعلومه ويسوي اللقاء وبعض الاحيان يعني توصل لمراحل انه بعض الضيوف يرفضون يطلعون معك يعني يكون هو صاحب او مسؤول كبير تحاول تسوي معه لقاء هنا في سؤال ثاني تعاطي المسؤولين رؤساء اعضاء الشرف في الانديه النجوم الصغار احيانا معاكم كمراسلين لا اتوقع احنا مراسلين ما عندنا مشكله في علاقات لانه انا كان معي وليد الخضير وكان مستاء من هذه النقطه يقول احيانا في بعض بالذات النجوم الصغار ما يقدر المهنه ممكن انا امر بنجم كبير من السنين وخبره يصافحني كمراسل يقدر مهنتي بس المراسل النجوم الصغار الجدد هذا ما هم شايفين شيء يعني لا زي ما قلت لك اول شيء عبد الوهاب العلاقه علاقتك مع
مع الناس في الأندية بشكل عام، لأنه أنت تشتغل معهم في الميدان وأنت تقابلهم دائما. يعني في التمرين تروح تسوي تغطية تقابل اللعيبة، في المباراة تروح تسوي تغطية تقابل اللعيبة. فإذا أنت ما عرفت تبني علاقاتك مع اللعيبة عشان تخدم عملك أول شيء وتخدم نفسك أنت في تقديم المعلومة للناس. مسألة الجيل الصغار اللي أتوقع أنه حتى الجمهور يعني ما ينتظر لاعب ما عنده تاريخ. بس ونجم يعني في النهاية ونجم يعني في سنة سنتين نجم. بالنسبة لي أنا في سنة واحدة مو مقياس اللاعب تو طالع إنه خلاص صار نجم وأنه أنا لازم. الجماهيرية إذا كان عنده جماهيرية. جماهيرية ما في الجماهيرية ترى لو تيجي تحسبها الحين لعيبة قلال اللي عندهم جماهيرية كبيرة، ترى مش كل اللعيبة عندهم جماهيرية. صحيح في لعيبة ناشئين أو لعيبة بارزين توهم طالعين في الدوري السعودي لهم موسم أو موسمين، بس ما عنده التاريخ اللي يخليني مثلاً إنه أنا متعظ لما ما يبغى يسوي لقاء معي، يعتبر هو الخسران مش أنا. لأنه أنت تبى تلعب وإذا أنت مستواك كويس وأنا جيت أسوي معك لقاء عشان أبرزك على ما قدمت، فهذا في صالحك أنت كلاعب. أما مسألة إنه أنت تبى تتعالى على الإعلامي عشان أنا عندي جماهيرية، مع احترامي لك، اللي يوصل صوتك للجمهور هو الإعلام. يعني لولا الله ثم الإعلام أنت ما يعني ما راح توصل عنك معلومات وأخبار ويصير عليك اهتمام إعلامي ومتابع إعلامي. صحيح إنه هو مستواه في الملعب يفرض علينا يكون زي كذا، ولكن النجوم الصغار شوف هي من مراسل لمراسل تختلف. بس أنا ما عندي معاناة، يمكن لأن البرنامج اللي قلت لك عنه اللي اشتغلت فيه فئات السنية خدمني كثير. يعني في لاعبين لحقت عليهم من الناشئين استمروا توهم صاعدين فريق أول، فلما أنا قابلهم أنا في الملعب لحد الآن يجي يسلم علي. تفاكر لحظاتهم الأولى يعني هم اللي فاكريني، لأنه أنا لما كنت أروح أسوي معهم هم يعني فئة سنية صغار، فكنا نسويها من باب النجم صورة تشجيعية، فما كنا نعرف انه ممكن هذا يطلع منه نجم. يعني انت ما مر عليك مثلا لحظة انه مثلا في لاعب رفضك كذا قدام الكاميرا؟ لا انا صار لي موقف وحيد بصراحة. إيه؟ هو مش مع لاعب كمان، هو كان مع اداري، هو موقف مع شخصية وحيدة واذكر الموقف يعني، بس ما احب اذكر الموقف ولا احب اذكر الشخصية. واصلا من بعد الموقف هذاك انا لا اجري معاه حوار ولا هو يجري معاه لقاء أصلاً، ولا يجي معي يسوي لقاء يعني. طب ليش أخذتك بحساسية شخصية؟ أنا ما أخذت بحساسية، لأنه هو كالأسلوب اللي تعامل معي في وقتها في الـ في الـ في المباراة أو بعد المباراة عشان أخذ منه تصريح استقل من القناة اللي أنا أعمل فيها، مش مني شخصياً. ومدام أنت تعمل في جهة فلازم أنت تتعامل مع الجهة أنها برضو شيء منك. أنا بالنسبة لي الـRT كانت الـRT بالنسبة لنا كل اللي عملنا في الـRT لحد الآن ترى نعتبرها جزء مننا. فهو حسيت انه استقل من القناه اللي انا اعمل فيها، مش انه شيء شخصي بيني وبينه. فتوقف يعني الموضوع الحد هنا، فصار هو يعني له حريه شخصيه في الظهور في اي قناه، وصار هو يظهر مع شخصيات محدده علاقاته فيه يطلع معهم يعني. فانا يعني قفلت الباب هذا، انا في غنى عن انه ادخل في امور شخصيه مع اي شخص كان. طيب في خبر كان صدر قبل فترة وكان سوى ضجة في الساحة الإعلامية أنه تم إيقافك من التقديم وعملك كمراسل تلفزيوني من قبل أتوقع الاتحاد الآسيوي. لا هو ما صدر خطاب من الاتحاد الآسيوي، هو كان مع أنه ما ودي أتكلم فيه عبد الوهاب، ولكن هو ما صدر من الاتحاد الآسيوي قرار، لأنه تخاطبت. إذا أنت مش راضي تتكلم فيه ممكن. لا أنا تخاطبت مع الاتحاد الآسيوي يعني بعد ما وصلوا الخبر هنا إنه في قرار صدر من الاتحاد الآسيوي، لأنه في قبل المباريات الآسيوية اللي تصير عندنا في السعودية في اجتماع اسمه اللجنة الفنية، فالاجتماع هذا يعلن فيه إنه مثلاً يمنع الشخص الفلاني يمنع. فكان في اجتماع اللجنة الفنية بالفعل يمنع اسم رياض المزهر من دخول المباراة الآسيوية. فعلا كان في منع لاسمك يعني. كان منع من اسمي في الاجتماع اللجنة الفنية اللي كان يقام هنا بإدارة الأخوان السعوديين هنا. فكنت أطلب منهم الخطاب اللي جاء من الاتحاد الآسيوي اللي فيه قرار إيقافي، عشان كنت ناوي أرفع استئناف، لأنه هو حدث بسيط ما كانوا وكبروا الأخوان كان، فما كانوا يعطوني الخطاب. وكنت أتواصل برضو مع الأخوان اللي كانوا يجوا من ممثلين الاتحاد الآسيوي هنا. فسبحان الله تواصلت مع واحد أعتقد اسمه وسام فران لبناني، فسألته قال لي ما عندنا خطاب إحنا ولا جانا شيء زي كذا. ممكن تكون من الخطابات السرية؟ لا ما كان في خطاب. لا ما كان في خطاب، علاقتي كانت كويسة بالرجل، لأنه كنت أقابله في مباراة في البطولة الآسيوية في ملاعب خارجية، كنت أقابله في إيران في كوريا في أوزبكستان، لأنه كان يمثل الاتحاد الآسيوي، فكنت أقابله لما أطلع أسوي تغطيات الأندية السعودية. فسألته وألحيت بالسؤال عليه، فقلت له أنا موضوع كذا وكذا وكذا، فقال لي إنه الموضوع هذا
يصدر من المسؤولين في الممثلين الدول السعوديين الممثلين السعوديين. فهذا اللي زعلني اكثر انا. فخطبت الاتحاد الاسيوي فجاء رد من الاتحاد الاسيوي انه احنا ما عندنا, احنا وصلنا خطاب مذكور فيه كذا كذا كذا, وارجعناه للاتحاد المحلي لاتخاذ القرار اللازم. فالاتحاد الاسيوي ما اصدر قرار, فهو كان يعني طب كيف انحلت المشكله بعدين؟ الموضوع كان حبي يعني بين الاخوان, يعني كانوا امنوا الرياض, اوكي امنوا الرياض, هي الفكره هذه اللي كانت يعني سوالف مجلس, يعني ما ودنا الرياض يطلع خلاص, أيه خلاص لا تدخلون الرياض. وجات خطاب وارسلته لقناتي في ذيك الايام في القناه السعوديه الرياضيه, ونشروه الاخوان في احد البرامج الرياضيه, وكان خطاب واضح من الاتحاد الاسيوي انه احنا ما اصدرنا عقوبه باسم رياض المزر, واصلا اول مره جينا مخالفه او مطالبه بايقاف للرياض المزهر بالذات, لانه علاقتي كانت كويسه بالعاملين في الاتحاد الاسيوي او الجوانب الاعلاميه من الاتحاد الاسيوي, لانه كنا نتعامل معهم في التنظيمات الاعلاميه. طيب انت بس كيف رجعت يعني؟ جاء خطاب ثاني ولا خلاص بالحبيه بقى؟ اول شيء ما رجعت في مباراه نزلت فيها اخذت تحدي, عشان اكون واضح معك, اخذت تحدي وفي مباراه نزلت فيها وكان حسب اللجنه الفنيه انه انت ممنوع رياضكم موجود في الملعب. فدخلت الاستاد الامير عبد الله الفيصل, وكانوا القناة متخوفين انه يا رياض خوفك انه يمنعوك من الملعب وننزنق ما نلقى مراسل يغطي وقتها محل. فقلت لهم لا انا راح اتحمل. فرحت الملعب بدري شوية واخذت معي بطايق الاسيوي, اخذت معي تقريبا 3 بطايق. فقلت خلاص كل ما يسحبون واحدة حركب واحدة وعدل المحطة هذه المرحلة دي وادخل لحد ما اوصل الملعب. فما انسحبت مني بطايق, فدخلت مكتب الاتحاد الاسيوي فأعطيتهم بطاقتي, ما سحبوها مني, حطوا لي عليها ستيكر لاصق انه مسموح لك الدخول لأرضية الملعب. فلما دخلت قابلت الشباب السعوديين اللي في اللجنه اللي كانوا يمنعون ان انا ادخل الملعب ولا صار شيء, ومفكت الموضوع, حاولوا انهم يسحبوا مني البطاقه. فقلت لهم انه مصرحه واسمي موجود في ال, فرجعوا هم وقفوا الموضوع, طلعت على الهواء خلصت رجعت يعني انتهى الموضوع. انتهى لانه البطولة الآسيوية انتقلت لقنوات الجزيرة الرياضية. فما حبيت أكبر الموضوع بحكم أنه البطولة صارت عند قناة أخرى. يعني سكتت على القرار وهي عدت أصلاً. عدت ومشت بالطريقة هذه. يعني مشت. طيب أنا عشان برضو خاص الموضوع عندي الوقت بدأ يخنقني شوية. فخلينا أروح معاك النقطة مهمة ممكن كثير من المشاهدين المتابعين للرياض ما يعرفوها. وأنه أنت كاتب ساخر لبعض البرامج اليوتيوبية. فأعطينا لمحة عن الموضوع هذا. أنا أكتب برامج يوتيوبية ساخرة. وعلى فكرة ترى أنا أعرف اسم البرنامج, هو إذا حاب يقوله يقوله, بس ترى برنامج مهم جدا في الساحة. أنا أكتب عدد أو شاركت في عدد من البرامج, ولكن كاتب أساسي في برنامج رياضي ساخر. برنامج ضرب اسمه. لا أقول, هو برنامج ضرب حرة اللي يعرض على قنوات صاحي. يا سلام. مقدم إبراهيم البكيري. قوم بالكتابة فيه أنا وإبراهيم البكيري. ليش اخترت أن تنزل بكذا باختصار بنكنيم مش باسمك الصريح؟ لأنه كان الجو جديد بالنسبة لنا. كنت بتجرب نفسك. وكنت بجرب, مو كنت بجرب, أنا عندي ميول للكتابة الساخرة في ال, وجت معايا أكثر لما كانت في الرياضة. فباشرت العمل مع إبراهيم. إبراهيم كان متوقف هو فترة. فرجعت انا وابراهيم وتكلمت انا وياه فرجعنا الحمد لله. وبفضل الله يعني من بدايتي مع ابراهيم البكيري في برنامج ضربة حرة بفضل الله وتوفيقه, تقريبا من الحلقة الخامسة او الحلقة السادسة بفضل الله يعني حتى الارقام في ضربة حرة صارت توصل للمليون. برنامج مهم حقيقي بتوفيق الله. احنا ان شاء الله قاعد نحاول مع ابراهيم يكون معنا ضيف. لا هو حيجي بس عشان في مكة, نقول قبول العمر ان شاء الله ابو خليل وترجع خلاص شد عليه خليه يجينا عاد انت موجود. تبارك عبد الوهاب ان شاء الله باذن الله. انا اشكرك حقيقة في نهاية اللقاء. شكرا جزيلا. بس حترك لك الفرصة بشكل مختلف اليوم. انا حودع مشاهدين وانت حتختم الحلقة على الكاميرا اللي قدامك. شكرا واشوفكم بكرة ان شاء الله مشاهدينا الكرام. وضيف جديد ونشوف ختمة جديدة. طبعا عنده صوت إذاعي, أنا سألته عنه ليش ما اشتغل في الإذاعة, بس صوته جميل حقيقة, فخليه يختم الحلقة. الله يسلمك. أنا بس أنا لي سنوات كثيرة أطلع على الشاشة وما قد وجهت رسالة منها, ولكن هذه المرة حاب أوجه بحكم الإشارة الفضيل لوالدي ووالدتي الله يحفظهم يطول في عمارهم إن شاء الله. كل سنة وأنتم طيبين, والله يحفظكم يديمكم لي إن شاء الله ويخليكم ذخر يا رب. وتحيتي لوالدي ولوالدتي ولكل من يعز علي وكل أصحابي وأصدقائي. تحية خاصة لشخص أنا ما راح أقول اسمه,
ولكن اكيد هو يعرف انا يعرف انه انا اقصده، انه هو كان من الناس المساندين لي كثير في حياتي، خصوصا في السنوات الماضيه. تحياتي له، امنياتي له بالتوفيق في حياته ان شاء الله الشخصيه والعمليه. شاكر لك عبد الوهاب، شاكر لطاقم العمل اللي قد التحقت وعملت معهم سابقا ايام الاي ار تي، والحبيب طارق طبعا من افضل الناس اللي جمعوا لطقم في الدوري السعودي. ان شاء الله انه عشان ما اطول عليكم، كل سنه وانتم طيبين متابعين الكرام، نلقاكم ان شاء الله في حلقات قادمه في برنامج الخيمه مع عبد الوهاب مع ضيوف جدد ومتجددين ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين، الله يتم علينا وعليكم ان شاء الله هذا الشهر الفضيل بالصيام والقيام والقبول ان شاء الله، ونشوفكم على خير باذن الله. لقاء الود والشجان بكل الحب في نادان، ويحل الوعد في الخيمه على الميعاد والازمان ازمان. بضيف جاء بالفكرة يصوغ عصارة الخبرة، ومنها نحصد العبرة، ونمضي في الدنا فرسان ونمضي في الدنا فرسان. بضيف جاء بالفكرة يصوغ عصارة الخبرة، ومنها نحصد العبرة، ونمضي في الدنا فرسان ونمضي في الدنا فرسان. لقاء الود والشجان بكل الحب فيه.